بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، ففي ظل ما تعيشه البشرية عموماً وأمة الإسلام خصوصاً من هذه الجائحة التي ما تركت بلداً إلا دخلته فطبقت الأرض من شرقها إلى غربها، وباء كورونا وقفات وتوجيهات، دعوة إلى التأمل في أحداث هذا الحدث وما يتعلق به من معالم ترتبط بديننا معشر المسلمين عقيدة وفقها وسلوكا. وقفات نتحدث فيها تجاه هذا البلاء العام والوباء الذي أصاب الناس ثم أحاط بهم من الخوف والقلق والهلع والذعر والاحتياط ولزوم الدور إلى غير ذلك من مظاهر الحياة التي لم تعهدها البشرية من قبل. بين يدي هذه المقدمات الحديث عن هذه الآيات العظام التي تحدث في دنيانا معشر العباد، فإن فيها آيات يرسلها الله جل جلاله تحمل في طياتها من معاني الاتعاظ والادكار وإيقاظ القلوب وإيقاظ النفوس البشرية لمعرفة الحقائق. اسمعوا إلى قول الله جل جلاله في ختام سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والذي يتأمل في هذا الوباء المعاصر كورونا يجد أنه يجمع بين كونه آية في الآفاق وآية في الأنفس. أما الآفاق فقد طبق الدنيا من شرقها إلى غربها، وتجاوز البحار والمحيطات، وعطل الحياة وأوقف كل شيء. وأما كونه آية في النفس فما أصابها من مرض وما أصابها من وباء صعدت معها الأنفس وتلفت الأرواح وازدادت معدلات الوفيات، هي آية إذن ينبغي أن نعيشها بما تحفه الآيات الربانية التي يسخرها الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك المعنى العظيم في عظمة الله وتدبيره لهذا الكون. أثبت هذا الحدث عجز البشرية رغم تطور الحضارة المعاصرة ورغم قدرتها على تطويع وتسخير كثير من مجريات الحياة ومما سخر الله في هذا الكون، إلا أنهم وقفوا أمام فيروس مجهري لا يرى بالعين المجردة، إذعانا بأن شيئا ما يفوق قدرة البشر. لنعود إلى عقيدتنا معشر المسلمين، ونحن نكرر كل يوم وليلة: الله أكبر. فهو أكبر من كل ما يعيشه البشر في دنياهم بأسبابها وتمكيناتها وحضارتها وأدواتها. فعظمة الله وحقارة الإنسان، قوة الله وضعف الإنسان، غنى الله وفقر الإنسان، كل ذلك نجده ملموسا واضحا في تلك الابتلاءات العامة وتلك التقديرات الإلهية التي تعيشها البشرية بقدر عظيم من الصعوبة والعجز التي تحفها تلك المعاني. نجد أيضا أن من معاني الابتلاءات والآيات العظام ما أراده الله عز وجل من رجوع العباد إليه وتضرعهم بين يديه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فيتضرعون ويضرعون ويرجعون. حكم إلهية يراد أن تعيشها البشرية في طيات المحن والابتلاءات والكوارث العامة والأوبئة التي تجتاح الناس وتقلب دنياهم رأسا على عقب. هذا من أجل أن يفقه البشر أن لهم ربا عظيما ينبغي أن يعودوا إليه. فإذا ما عاشت البشرية في مرحلة من مراحل الحياة طغيانا أو إعراضا واستكبارا، جاءتها الآيات لتعود إلى رشدها وتفيق من غيها. فأما إذا أبى الإنسان واستكبر وأصر على الإعراض وأبى إلا النكوص والاستمرار في طريق الغي، فإنه أبأس ما يكون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا
ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أيضا من معاني الآيات العظام أنه رغم الابتلاءات العامة إلا أننا نتلمس في أكنافها سعة عظيمة وتفريجا إلهيا للعباد، فإن الله ما ضيق عليهم نفائس الحياة وأنفاسها، بل حتى في جوف البلاء يجدون من السعة واليسر الذي يساق إليهم من رب رحيم كريم. أو ما تأملنا في وضعنا المعاصر ملازمة الدور وما فيها أيضا من عودة إلى كثير من المعاني التي هي خير ونعمة وفضل، ملازمة الأهل والاقتراب من الأولاد واستثمار الأوقات ثم الحفاظ على الأنفس والصحة والعافية، كل ذلك جاء في طيات هذا الابتلاء، فضلا عما جناه كثير من الموفقين من ثمرات وبركات عادت إليهم بهذا الانعزال وهذا البقاء الذي عاشوه في منازلهم. والحق أيها الكرام أننا في بلاد الحرمين في المملكة العربية السعودية نشهد تفردا في أوجه الفضل والخير وما سيق إلينا من إجراءات احترازية وتدبيرات نظامية جعلتنا نفوق كثيرا ممن يعيش حولنا من البشر في رغد العيش وتيسير الأمر وسعته، وما نجده من معاني الاطمئنان والسكن والاستقرار والهدوء وراحة البال. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه وفضله وإحسانه، وأن يجزي كل قائم على بذل وسعي في مثل هذه المرحلة العصيبة لإكرام الناس والحفاظ على صحتهم والبقاء على قدر أكبر من السلامة من هذا الوباء، أعظم الجزاء وأفضله وأكرمه. ونسأل الله أن يثيب حكومة خادم الحرمين الشريفين كل خير وهدى وسداد ورشاد في مثل هذه الجائحة التي يعيش فيها أهل هذا البلاد من ساكنيها مواطنين ومقيمين، سواء بسواء ما يجدونه من فضل وخير وإحسان، والحمد لله على كل حال. إذا تبيننا هذا المعنى في الآيات فإننا نعيش معها هذه الوقفات، أولها الابتلاء الذي يعيشه الناس في هذا المعنى وفيه وقفات ومعان متعددة. الابتلاء ليس مقصودا به دائما الضر ولا الشر ولا الشدة ولا العسر ولا الضيق، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ينبغي أن يتسع عندنا مفهوم الابتلاء الرباني إلى أنه كما يكون بالشر فإنه يكون بالخير، فالابتلاء يكون بالصحة كما يكون بالمرض، الابتلاء كما يكون بالفقر يكون بالغنى، الابتلاء كما يكون بالزواج والذرية يكون بالعقم، الابتلاء كما يكون بالعطاء يكون بالحرمان، الابتلاء يحصل في كل أحوالنا. إذن لابد أن نفهم أن دنيانا هذه معشر العباد جبلت فطرت خلقت على هذا الكدر على الابتلاء على عدم بقائها على صفو دائم ونعيم مستمر، فقط لأن هذا المعنى جعل للحياة الآخرة لأهل الجنة الذين يكرمهم الله بالنعيم الأبدي، فتنفصل هذه المعاني للحياة الآخرة باستقلال ولا تشاركها الدنيا إلا على معنى الكدر وما يبتلي حياة الناس من تلك الأوجه. والله عز وجل قد قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وقال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، إذن هي معاني تشملها بلا استثناء. ولهذا كان من الأدب النبوي في التعوذ من الفتن أن نستعيذ من شرها، اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والزنا والربا والزلازل والمحن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن بعض الفتن قد تكون خيرا للعبد لكنه مبتلا فيها على كل حال. الوقفة الثانية في معاني الابتلاء، إن من عجيب حكم الله وتقديراته التي نتلمس فيها لطف الله وكرم الله ورحمة الله بعباده ورأفته بهم جل جلاله أن الابتلاءات دوما ما تكون محفوفة بالعطايا، وكم في طيات المحن من منح، وكم يكون في تلك الابتلاءات من هبات وأعطيات، حتى لقد قال قائلهم ويكأن العطاء
لا يأتي إلا على طبق من الابتلاء. إننا نعيش في كل محنة يعيشها الإنسان، حتى في معاني الابتلاءات الشخصية والخاصة نعيش فيها كثيرا من معاني المنح. هذا الخير الذي يساق للعباد في جوف الابتلاء يجعلنا نوقن أن الله عز وجل عندما يقدر لعباده في صورة عامة أو لبعضهم في صورة خاصة، عندما يقدر سبحانه ابتلاء بالعبد فإنما هو ابتلاء محفوف بكثير من الخير والعطاء. والدليل على ذلك أن الله ابتلى صفوة خلقه بل وشدد عليهم في الابتلاء الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام، ومصداق ذلك في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إنما اشتد بلاؤهم لكرامتهم عند ربهم، حتى لا نتصور يا كرام أن الابتلاء بالضرورة دوما ما يكون عقابا أو نقمة أو سخطا، بل قد يكون رحمة وعطاء، وقد يكون أيضا في معاني تكفير السيئات ورفعة الدرجات. والله عز وجل قال في شأن داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فإذا معاني الابتلاء أعم وأوسع من أن تكون في سراء أو ضراء أو خير أو شر. المعنى الثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه ومناجاته لربه: والشر ليس إليك. قال: والخير بيديك والشر ليس إليك. فما الذي سنفهمه من الابتلاءات التي تحمل في معاني القدر شرا وضررا، موتا ومرضا ووباء وهلاكا للأنفس أو حرقا عاما أو خسارة تجارة أو موت أرواح أو فقد أحبة؟ كل ذلك يا كرام هو شر من وجه، أو إن شئت فقل هو ضر وكرب وضيق من وجه، لكنه من الوجوه الأخرى هو والله خير ورحمة ونعمة وفضل وعطاء. الشر المحض ليس إلى الله جل جلاله، فإنه ما أراد بهذه المقادير التي تحمل في معانيها ألما أو شدة وضيقا، ما أراد تعذيب العباد. ولو أراد سبحانه لأرسل عليهم صاعقة تخسف بهم عن آخرهم، أو حريقا فلا يبقي منهم ولا يذر، أو طوفانا يغرق الأرض كلها، لكن الله عز وجل أرسل هذه الآيات وقدر تلك الابتلاءات لمعان وحكم وعظات عظيمات كبيرات مضت الإشارة إلى بعضها. فما من مقدور في ظاهره شر إلا ولله تعالى فيها حكم تحمل معاني الخير، منها العطاء السابق ذكره. فكم من بلاء جاء يحمل معه أصنافا من العطاء، وكم في طيات المحن من منح وهبات. من المعاني التي تحمل جل معنى الخير في طيات الابتلاء ومقادير القدر التي نراها شرا: الضراعة التي يرجع بها العباد إلى ربهم، والانكسار بين يديه، رجوعهم إلى الله، دعاؤهم، تضرعهم. هذا كله أيضا مما يحمل هذا المعنى العظيم الذي يلتفت إليه الناس فيجدونه تقديرا إلهيا حكيما. هذا الذي جعلنا ننظر إلى أن معاني الخير التي تحملها التقديرات الإلهية فيها خير وفضل ونعمة وعطاء كبير. ومع هذا المعنى الكبير الكريم، فإنه قد أشار كثير من علماء الإسلام وسلف الأمة إلى ما تحمله تلك الابتلاءات العامة وما في ظاهرها من شر وبلاء وفتنة هي خير ونعمة ورحمة لأمة الإسلام. رابعا من معاني الابتلاءات وما تحملها أيضا من العطاء والهبات، وهو من أعجب وأنفع وألذ ما يجده العبد في منح المحن وفي عطايا البلايا، لذة الضراعة والانكسار إلى الله. إي والله يا إخوة، كل خوف يصحبه قلق ورعب إلا الخوف من الله، ففيه سكينة عجيبة. كل بكاء يعقبه حرقة قلب ودمعة عين ساخنة وإنهاك جسد إلا البكاء من خشية الله، ففيه لذة وراحة وأنس. كل فرار من شيء يحيط به ذعر وقلق إلا الفرار إلى الله، فإنه تحفه الطمأنينة وسكون النفس بشكل يعجز عنه الوصف. من أجل ذلك كانت الضراعة في مقامات الابتلاء من ألذ ما يجده العباد وهم ينكسرون بين يدي ربهم. لا أمتع ولا ألذ عندما تنجلي الغمة وتنكشف البأساء
ويرتفع هذا الغم عن العباد، فيجد أحدهم من أنفع وأمتع ما حازه من أيام المحنة والابتلاء ما يجده من قرب من الله وأنس بذكره ودمعة قد عرفت طريقها مرارا من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا كله من أعظم وألذ وأجل ما يكتنف الابتلاءات التي تحيط بدنيانا معشر العباد. كانت هذه الوقفة الأولى في كون هذا البلاء والوباء الذي نعيشه ابتلاء عاما وما يحمله من تأملات. الوقفة الثانية من فقه الابتلاء أن نعيش تحقيق عبادة التوكل على الله. أما إن التوكل على الله من أجل عبادات القلوب، والله يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقام التوكل عظيم عجيب عند الله، وهو القائل سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عندما يعلق الأمر على الإيمان يقول فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ويكون الوعد الكفاية من رب الأرباب سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبك بهذا دلالة على شرف هذه العبادة وجلالة قدرها التي جعلها الله عز وجل مستقرة في قلوب أهل الإيمان. ومن توابع ذلك في معنى التوكل على الله ارتباطه بالأخذ بالأسباب. التوكل على الله أن تعلق قلبك بالله، أن تتخذ الأسباب وأن تدبر ما شئت أن تدبر منها، لكن بعد أن تستجمع من الأسباب والوسائل والإمكانات فإنك تصرف النظر عنها كلها لتعلق قلبك بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. إن هذا الثنائي المطلوب شرعا في المزاوجة والاجتماع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب مطلب شرعي، فأما الاقتصار على أحدهما وإهمال الآخر فهو خلل تأباه الشريعة بحكمتها وبأبعادها وبما جاءت به من نصوص في الكتاب والسنة. عندما نتحدث عن التوكل على الله فإننا نركز على هذا المعنى. ترى هل حقا قد أعملنا في قلوبنا أهل الإسلام معنى التوكل على الله كما يليق بنا في مثل هذه المضائق؟ إن التوكل مع الأخذ بالأسباب ينبغي أن يكونا متوازيين، فكلما عظم أخذنا بالأسباب والتدبيرات والاحترازات والإجراءات ينبغي أن يعظم ويزداد معها رصيد التوكل على الله عز وجل. صدقا يا كرام، هل نشعر أننا في جوف هذه المحنة وفي طيات هذا الوباء العالمي كورونا، هل نشعر أننا قد بلغ بنا معنى التوكل على الله والانكسار بين يديه والضراعة إليه سبحانه، ما جعلنا نعيش شعورا كأننا في لجة الابتلاء كما يعيشه تماما أولئك المرضى الذين قد أصيبوا بالعدوى فهم يرقدون على أسرة المستشفيات، وأجهزة التنفس قد غطت وجوههم وهم يصارعون الموت وقد تخرج أرواحهم في أي لحظة؟ صدقا والله، هل بلغ بنا معنى التوكل والضراعة أن نعيش ذلك المعنى بالمستوى الأعلى الذي يعيشه أولئك المكروبون؟ عفوا، ماذا لو كان لك أم أو أب أجارنا الله جميعا وحمانا وحفظنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا، ماذا لو كان لنا زوجة أو أم أو أب أو ابن يرقد مصابا بالمرض؟ بالله عليكم، أي شعور ستمتلئ به القلوب من التوكل على الله والانكسار بين يديه والبكاء من خشيته والرجاء في رحمته؟ هذه عبادات قلبية ينبغي أن نعيشها وإن كنا في مأمن وصحة وسراء وسعة، حتى قال ابن قدامة رحمه الله واعلم أن من هو في البحر على لوح ليس بأحوج إلى لطف الله ورحمته ممن هو في بيته وبين أهله وولده. وصدق رحمه الله، هكذا ينبغي أن نعيش هذه المعاني وأن نبثها في أسرنا وأهلنا وأولادنا والناس من حولنا. المعنى الثالث في معنى هذا الابتلاء العام الذي نعيشه أمة الإسلام الأخذ بالأسباب، وقد تقدمت الإشارة باعتباره ثنائيا ينبغي أن يزدوج مع التوكل على الله. الأخذ بالأسباب في شريعتنا معشر المسلمين عقيدة، هو أيضا منطق عقلي ينبغي الصيرورة إليه، اعقلها وتوكل، منهج شرعي أن نأخذ بالسبب مع التوكل على الله عز وجل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح، وفي طاعون عمواس وما كان من شأن الصحابة رضي الله عنهم في الانكفاف عن الدخول إلى بلد قد حل به البلاء والوباء أخذا بالأسباب. إهمال الأخذ بالأسباب غفلة وتواكل،
والظن أنه توكل محض بل هو عجز عندما يمضي أحدنا في دروب الفساد والهلاك ويقول إنه متوكل على الله هي مكابرة وجهل بل فساد وإفساد. عندما ينادي المختصون والمسؤولون بلزوم الدور والبقاء في البيوت والانعزال والتباعد الاجتماعي فهو مطلب للحفاظ على النفس أولا وحفاظ على الغير ثانيا، هو دفع لهذا الوباء وأخذ بسنة الأخذ بالأسباب. أيها المباركون، نحن أمة ربانية ذات منهج شرعي حكيم، إغفال ذلك هو مضي في طريق الجهالة والعماية التي يظن أصحابها مكابرة أنهم سيسلمون وينأون عن ذلك. من ذا الذي قال إن الأخذ بالأسباب يعني ضعفا في عقيدة الإيمان والتوكل على الله؟ هو الثنائي المزدوج الذي جاءت به الشريعة بين التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب. الوقفة الرابعة التأمل في مواقف الابتلاءات والمحن وما نعيشه تحديدا في هذا الوباء العالمي، فإنها دوما ما تكون المحن عارضة ومواقف الابتلاءات مؤقتة زائلة. من فطن إلى ذلك وأدركه أيقن أن من وراء ذلك مغزى كبير، هو سباق كبير يعيشه الناس شعروا أو لم يشعروا في جوف تلك المحن الزائلة والابتلاءات العارضة المؤقتة. يوما ما ستنجلي الغمة بإذن الله سبحانه وسيزول هذا الوباء، وسيبقى قطعة من التاريخ تحكى قصة للأجيال اللاحقة وما أصاب الناس فيه، لكنه شتان شتان والله في طيات هذه الحادثة التي ستكون في ذاكرة التاريخ، شتان بين من عاشها فأدرك من الفضائل والخيرات وحاز السبق ونال الأجر، وبين من عاشها كأنه قطعة جامدة لا تحس ولا تدرك تلك المعاني العظام. في رصيدنا ومنطلقنا ومغانمنا في تلك المحن هو حقيقة معنى السباق الكبير في معنى الصبر على انتظار الفرج في جوف الأزمة، فكلنا سيبقى في هذه الأزمة حتى يأذن الله بالفرج، لكنك ستجد الفرق بين آخر، بين شخص جلس منتظرا صابرا ينتظر الفرج فهو في عبادة مأجور، والآخر جلس متذمرا منزعجا قلقا متبرما ليس يحس أنه في عبادة طالما انتظر الفرج. كان المشهد واحدا والنيات مختلفة. نعيش معنى الضراعة والتوكل التي سبقت الإشارة إليها. من أدرك هذا الحدث فعاش معها أجل وألذ وأمتع معاني التوكل على الله والبكاء والخشية من الله، وآخر لم يكن له نصيب سوى مضي الأوقات وتصرم الساعات ليس يدري ما الليل من النهار، عاش في تذمر وقلق وضيق حتى تتابعت الأيام فانجلت الغمة. التوبة ويقظة القلب هي أيضا من معاني وميادين السباق الكبير في هذه الأزمة التي تعيشها البشرية. أما كسب المواقف وازدياد رصيد الإيمان وتوظيف هذا الحدث في بناء الإنسان نفسه وإيمانه ورصيده ليخرج بأكبر مغنم في مثل تلك الفترة المؤقتة والمحنة الزائلة، فهو أيضا يشير إلى معنى الوقت والعزلة التي عاشها الناس وكيف هم يتفاوتون أيما تفاوت في التعامل معها والتصدي لها. يقودنا هذا إلى النقطة الرابعة للحديث عن العزلة في جوف هذا الوباء، وهي وحدها أو النقطة الخامسة العزلة في جوف هذا الوباء وهي وحدها حقيقة تستحق الحديث مفردة، فإن الفراغ الذي يعيشه الناس بمعنى توفر الأوقات التي كانت تصرف في الذهاب والمجيء، بمعنى عدم الصوارف والشواغل التي كانت بسبب غشيان مواكن العمل والسوق للتجارة والبيع والشراء، كم في هذا الفراغ الذي توفر لأحدنا لأن يعيشه مع نفسه ومع أهله وأولاده. العزلة وما فيها من وقت مستثمر هو فراغ، هو نعمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. أيضا من معاني العزلة التي نعيشها في طيات هذا الابتلاء الصلاة في البيوت وما فيها من مكاسب وخيرات، وكم ذا
يعيش معنى الانزعاج من فوات الأجر جماعة في المساجد أو الشوق إلى المحاريب وارتياد الصفوف وأن تكون المساجد جامعة للناس في الصلوات الخمس، لكن لماذا لا ينظر أحدنا إلى ما كتب له في هذه العزلة والإجبار على البقاء في البيت من أجر عظيم؟ فيها جماعة بأهل البيت، فيها نية صادقة، فيها تعليم للأهل للصلاة وأحكامها ومسائلها، فيها إحياء للبيوت وعمارتها بالصلاة جماعة فيها. ومن ذا الذي يتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. من نظر إلى هذا المعنى في العزلة أيقن أن هناك مكاسب ومغانم كثيرة يمكن الوصول إليها، فضلا عما أصابنا من جراء هذه العزلة والانكفاف في البيوت إجبارا من الانكفاف عن كثير من مجالس الشر أو مجالس اللغو أو مواطن الفساد، فإنه قد انحسر حظ الشيطان من العباد كثيرا لما تقلصت مجامع ومجالس وأماكن الاجتماع الذي لا يكون له إلا الشيطان رائدا، فكم تقلصت في حياة الناس. وكان في هذا المعنى أيضا في العزلة التي نعيشها خيرا كثيرا أراده الله عز وجل بنا معشر المسلمين. النقطة الخامسة أو السادسة في هذا الحديث: المساجد والعبادات، الجمعة والجماعات، حلق القرآن ومجالس العلم. مؤلم ومحزن ما عاشه الناس من فقد لتلك المعاني، وهذا أحد معاني استشعار أثر البلاء، فإن الحرمان الحقيقي والموجع لقلب المؤمن هو شعوره بالبعد عن مواطن الرحمة تلك التي تتنزل فيها الملائكة وتغشاها السكينة ويذكرها الله تعالى في من عنده عندما يشعر أنه حيل بينه وبينها. لا أشق على القلوب الحية حقيقة من هذا المعنى، فلا تلوم المتوجعين ولا تكثر عليهم اللوم، ولكن ذلك لا يعني أيضا تنزيل ذلك على معنى إغلاق باب الرحمة أو الطرد من فضل الله، وأن الله عز وجل قد نقم على عباده فحال بينهم وبين مواطن الرحمة تلك. ليس هذا الظن بربنا جل جلاله، لكنه في الوقت نفسه نلتفت إلى ضرورة حفظ النفس التي جاءت بها الشريعة بل الشرائع والأديان السماوية كلها، وأن الحفاظ على الصلاة جماعة هو من حفظ الدين في مكملاته وليس في ضروراته، وإذا ما زاحمه حفظ النفس في ضرورتها ومرتبتها العليا كان الترجيح لها والأولوية لها. والشأن هنا إنما هو بناء على خبرة المختصين وأهل الطب وما يرونه من الأخذ بالأسباب التي سبق الحديث عنها. يتصل بذلك نقطة أخيرة نختم بها هذه الوقفات والتوجيهات المتعلقة بقدوم شهر رمضان المبارك أهله الله علينا وعلى الأمة كلها باليمن والإيمان والأمن والسلامة والإسلام والخير والبركات. روعة رمضان وبهجته ولا شك في شعور كثير من أمة الإسلام هو في ارتياد المساجد، هو في تطواف الجوامع، هو في الاعتكاف في العشر الأواخر، هو في تفطير الصائمين، هو في الاجتماع على التراويح وشهود الجماعات وحلق القرآن. كل ذلك فضل من الله ورحمة، والشهر شهر خير وبركة. بالله عليكم، أفيظن مسلم بربه الكريم الرحيم اللطيف الرؤوف بعباده جل جلاله أنه في شهر الخير والبركة يريد حرمان عباده من الخيرات والبركات التي جعلها سبحانه فضلا منه لعباده، عندما يأذن جل جلاله لأبواب الجنان أن تفتح وأبواب النار أن تغلق وأن تصفد مردة الشياطين؟ أيريد بذلك حرمان عباده من ذلك الخير وقد فتحت لهم أبواب المغفرة بالصيام في نهار رمضان وأبواب المغفرة بالليل في قيام رمضان؟ لا والله، ما هذا الظن بربنا الكريم سبحانه، لكنه إنما النظر إلى أن الله جل جلاله لم يجعل تلك المعاني من الخير والرحمة والنعمة والفضل محصورة بوجه من الوجوه، فإذا ما أغلقت المساجد ما نظن أبدا أن الرحمة قد زالت ورفعت، بل لا تزال مواطن الرحمة في وجوه أخرى كثيرة. البركة في الشهر في أيامه ولياليه، والفضل والعطاء في العبادة بالصيام والقيام أيا كان الوجه الذي يؤدى بها هي متحققة، في الصيام والقرآن وهما باقيان، في العبادة وهي لا تزال باقية، في رمضان والقرآن وهما باقيان. فالتفتوا إلى هذا المعنى. أما صلاة التراويح والسنة فيها وارتياد الجماعات فيها فإنها ولا شك سنة
عمرية من سنن الخلفاء الراشدين، ما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد صلاها بأصحابه ليلتين واحتجب عنهم في الثالثة خشية أن تفرض عليهم، ومذهب بعض الأئمة أن التراويح في البيوت أفضل من المساجد. وفي الأم للشافعي قال: سألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في بيته؟ فقال: إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي، وليس كل الناس يقوى على ذلك. كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله، وكان ربيعة وعدد غير واحد من علمائهم ينصرف ولا يقوم مع الناس، قال مالك: وأنا أفعل مثل ذلك. وجاء عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه كان يصلي في بيته. وهكذا كان يقول الحسن البصري رحمه الله: أن تفوه بالقرآن أحب إلي من أن يفاه به عليك. نقول هذا إشارة إلى مزيد من سعة أبواب الرحمة والخيرات التي ما زالت أبوابها مشرعة مفتوحة. هذه أيام البلاء فيها عابر، والمحنة فيها قصيرة مؤقتة زائلة بإذن الله. فأحسن الظن برب كريم رحيم رؤوف لطيف بعباده سبحانه، واستثمروا الأوقات واجعلوا من الحدث سلما لكم إلى المعالي وامتهازا للفضائل وسبقا للخيرات. ستنجلي الغمة بإذن الله وينكشف هذا الوباء، وستتحدد مواقف العباد، فكونوا من السابقين واجعلوا شعاركم أن لا يسبقنا إلى الله أحد. نسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم البلاد والعباد، وأن يعجل بزوال هذا الوباء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، ونسألك ربنا ونستعيذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا كل داء وفتنة وشر، وأنت الكريم المنان، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، وتقبل منا يا حي يا قيوم، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك وخاتم أنبيائك ورسلك سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.